أقراص الكفتة المشوية بالبطاطس، فكرتها بسيطة جدا ومكوناتها سهلة. أنا معايا كيلو من البطاطس المسلوقة المهروسة، تمام، ومعايا كوباية من الجبنة الشيدر المبشورة، معايا ملح وفلفل اسود، معايا كمان نص كيلو من اللحمه المفرومه فيها نسبه دهن طبعا عشان تبقى طعمها لذيذ، ملح وفلفل اسود، ومعلقه صغيره من الثوم البودره، ومعايا كمان جبنه شيدر متقطعه شرايح عشان هنقطعها حتت صغيره كده مكعبات صغيره، وهنغطيها بقى كده زي البانيه. معايا كوبايه من الدقيق هنحط عليها ملح وفلفل اسود، ومعايا كمان هنحط بصل باودر وتوم باودر وبابريكا، كل دوت ايه مع الدقيق، ومعايا كوبايه من البقسماط الخشن عشان ايه زي ما قلت لكم هنعملها بانيه، وكمان هنحط على البقسماط معلقتين كبار من السمسم، تمام، وكمان بيضه مخفوقه عليها معلقتين كبار من اللبن ورشه ملح وفلفل عشان ايه نخفف اللزوجه بتاعه البيض، وزيت للتحمير وبس. خلاص وصفه بسيطه جدا. عايزين اول حاجه نعملها الكفته، فيها ملح وفلفل، ملح وفلفل، وهنحط كمان توم بودره، معلقه صغيره من التوم البودره، هنعجنها كده، ممكن احط لها كمان رشه بصل بودره، وفي طاسه سخنه على النار هنحط زيت بالشكل ده ونحطها في الزيت، انها هتبقى حشوه جوه البطاطس كده. الوصفه بقى دي ظريفه جدا وتنفع كمان للمدرسه، ممكن تعملوها للولاد للمدرسه هتعجبهم جدا. لما لقيتها استوت خلاص ايه هطلعها على طول. هنجيب بوله واحط فيها البطاطس، احط بقى بصل باودر وتوم باودر على البطاطس، وهنحط بابريكا كمان وملح وفلفل، ملح وفلفل وشوية من الجبنة الشيدر المبشورة بس كده، وهنعجن كل الكلام ده مع بعضه. بقت كده البطاطس جاهزة والكفتة جاهزة، فاضل بس ان احنا نبهر الدقيق، هنحط له ملح وفلفل برضو، ملح، وعلى ايه كمان البيض نحط رشة ملح وفلفل اسود وبصل باودر وتوم باودر على الدقيق كده اهو. البقسماط هنحط له سمسم، معلقتين كده كبار من السمسم، والبيض هنحط له معلقتين لبن بعد ما حطينا له كمان الايه الملح والفلفل. واخد حته كده حلوه كده من البطاطس، تمام، وهفردها كده على ايدي. هجيب واحده من الكفته الظريفه هحطها كده من فوق، والجبنه اللي احنا مقطعينها مكعبات، وهقفل عليها بالبطاطس كده. ممكن ناخد كمان شويه بطاطس علشان نقفل عليها كويس قوي كده اهو. عايزين نخليها كده شبه العيش الكايزر اللي بنحط فيه البرجر. بصوا بقى ايه الحته دي مبين فيها الجبنه شويه، فهنغطيها برده بالبطاطس، وهنا كمان كده اهو. بنحطها بقى في الدقيق، ناخد واحده نحطها كده في الدقيق، وبعدين في البيض، البيض باللبن، البولة صغيرة معلش، وبعدين في البقسماط اللي عليه سمسم. طبعا يفضل انها تتحط في التلاجة بتاع مثلا ايه يعني 20 دقيقة ولا نص ساعة، تبقى متماسكة اكتر وتبقى ظريفة وتتحمر في الزيت وبتاخد لونها، شيلها على طول لان البطاطس مستوية واللحمه اللي جوه كمان مستويه، فمش عايزه بقى ايه انها تغمق مني. بصوا بقى بيبقى شكلها ظريف ازاي، ما خدتش وقت خالص، يا دوب لونت على طول. ان شاء الله تعجبكم بالهنا والشفا.